هنقول الوصفة التانية بتاعتنا النهاردة اللي برضو بالعسل عبارة عن ايه؟ عبارة عن عيش تورتيلا، ولازم يبقى طازة قوي عشان واحنا بنلفه ما يتكسرش مننا. لوز، لوز مبشور، عسل ابيض، جبنة موتزاريلا، وقرع عسل مسلوق ومهروس وجاهز. تمام، دي طبعا تعتبر اكلة حلوة مش حادقة. هنحط كده قرع العسل، هنحطه بالطريقة دي، هنحط، مش هنستخدم دي بقى بما ان هنا اتبقى، هنحط هنا، نحط كده 3 معالق عسل على قرع العسل اللي احنا سلقناه، ونقلب. لوز ونقلب، وهجيب الطاسة سخنها كويس قوي. العيش التورتيلا اهو، الطاسة سخنت، هحط لها زبدة كده، وهنجيب العيش التورتيلا اهو كده، هحط له قرع العسل كده اهو، مع شوية موتزاريلا، هزقها كده جامد قوي واعمل كده اهو. بيتزحلق عشان هو طري قوي من جوه. طيب نقدمه بقى. شايفين قرع عسل بيطلع منه ازاي؟ عايزه اقول لكم طعمه خطير، هيعجبكم جدا. هنعمل كده العسل، كده اهو، ونرش رشة من اللوز، بس وناكله بقى كده ايه بالهنا والشفا.